تحياتي عماد الدين بالعيد قناة الجزيرة. السؤال للسيد المدبولي، بعض وكالات الأنباء تداولت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور ليبيا قريبا، ما صحة هذه المعلومات؟ والله طبعا دي يعني احنا كمصر طبعا مرة أخرى احنا يعني مع السيد دولة الرئيس، كل العلاقات النهاردة الحمد لله تعود بقوة كبيرة جدا جدا. ترتيبات أي زيارات على المستوى الرئاسي ومستوى رؤساء الحكومة دي بنضعها بالتشاور من خلال القنوات وزارة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، وإن شاء الله زي ما أنا أكدت في كلمتي بإذن الله إحنا أعتقد أن هذه الزيارة هي نقطة يعني كبيرة جدا لعودة مرة أخرى العلاقات التاريخية ما بين الدولتين على كافة الأصعدة. وزي ما أنا كنت بدأت كلمتي يعني أوجهت يعني نقلت رسالة فخامة الرئيس للسيد دولة الرئيس بإذن الله اللي إن شاء الله لزيارته لمصر في اجتماع اللجنة العليا المشتركة، وبإذن الله بعد كده نحدد كيفية تبادل الزيارات إن شاء الله. ونحن يسرنا أن أدعو السيد الرئيس، وأنا من خلالي أنا من المجلس الرئاسي الليبي، ونتشرف بدعوته لحضور أو للحضور هنا إلى طرابلس، وتشرف بالزيارة معه، نحن نتشرف بذلك.